سيكون نهارك حافلا اليوم، قد تعترضك بعض المنغصات، إلا أنها سرعان ما سوف تزول أمام المفاجآت المرتقبة. بابا، يا بابا، أنا رايحة بدك شي. مرحبا. أهلين هنا، تفضلي تفضلي. وينه الأستاذ ناجي؟ طلع من شوي أستاذ. أيوة كويس. ما قال لك لوين؟ لا لا أبدا ما قال لي. يسلموا ايديك. يلا بخاطرك. عادي شوي تانية يا بنتي. لا ما عادي شي حاجة بكفي، لازم امشي. شو فهمتك؟ خلي اعصابك هادية ولا تفكري كتير، الحياة بدها طولة بال شوي. بسيطة. استني استني. امسكي خلي هدول، نقعيهم بالمي يومين ثلاثة وبعدين شربيهم لأبوكي. مرتين باليوم صبح ومساء. ايه بس هو ما عم يمشي الحال معه الا بالدواء تبعه. هلا انت جربي هدول. طيب يسلموا ايديك. دياتك. الله معك حبيبتي. الله معك حبيبتي، مع السلامه. اهلين ناجي، تفضل. بدك تغير نمط حياتك، خد نقاهة، بعد عن الناس شوي. انت يا ابني بحاجة للراحة، جرب تروح على البحر، تمتع.
لك يا رهنة، انت رحت اسبوعين على البحر ورحت على كسب وسلنفه وبعدت عن الناس وحاولت غير نمط حياتي بس ما في فايده. لا تنسى انه نحن بشر وحياتنا معجونه بالهم والالم والاسى، ومع هيك مفتاح الرضا والسعاده بايدنا. وشلون بقى هاي كيف؟ لك انت شو شايف من عذاب هالحياة؟ ما شاء الله مو ناقصك شي، نائب مدير شركة كبيرة، غيرك عايش بالويل وما عم يقبلوا ينكسروا. قبل ما تفوت حضرتك لهون كان عندي وحدة ست يلي بيسمع همومها ومشاكلها ومصايبها بيستغرب شلون لساتها واقفة وقدرانة تتحرك. انت قصدك هاي اللي انا وفايت؟ ايه هي. ايه كل هالشي اللي عندها وتقوليلي انه شو بقي عندها؟ ولا شي. مرحبا. اهلين ست هنا. لازمك شي اليوم؟ لا حبيبتي، مو للتجربة اللي اخذتهم المرة الماضية، صدقيني لسه ما استعملتهم. طيب ماشي، يلا بخاطرك. مع السلامة. جوزها الأولاني ضحك عليها وعلى أبوها. نصب عليهم وسرق البيت اللي كانوا ساكنين فيه وباعه وسافر. الثاني طلع على أضرب لما عرف إنه في واحد سبقه رأسا طلقه ومشي. جابت ولد من جوزها الأولاني. يا حسرتي عليها، ما لحقت تفرح، توفى. ومع كل هاد بتلاقيها عم تلاطش ملاطشة لحتى توفي ديونها وتعيل أبوها. ايه بس يعني اللي بيشوفها ما بيقول على قلبها هم؟ هذا سر قوة الإنسان، هذا سر المفتاح اللي حضرتك مضيعه وما عم تعرف تلاقيه. هلا فكرك شو اللي مخليها توقف على رجليها لحد هلا؟ هلا اذا حكيت لك ما راح تصدق. هاي اللي شفتها قبل شوي الصبح اول ما بتفتح عيونها تقرا برجها. نهارك سعيد، فرصه قريبه، انعطاف جيد نحو الافضل. هلا هي عرفانة انه هذا الحكي حكي جرايد بس مضطرة انها تصدقه منشان تقدر تستمر وما تنكسر. ويمكن منشان هيك بتخاف تطلع بالاسانسور، بتخاف حدا يستفرد فيها يوم ينكسر برجها. لا ما حذرت، لما كانت ساكنة هون مع ابوها ما كان في اسانسور لسه، كانت تطلع على شقتهم عن طريق الدراج ولهلا رجليها بيحنوا لطلعت الدراج. يعني هي لساتها ساكنه هون؟ كانت. هلا ساكنه مع ابوها ببيت مثل القبر. الله يكون بيعونها. مسيك. جرب اشرب من هدول. بلكي بينشرح قلبك وبتهدأ اعصابك. شبنا ناجي؟ ناجي شبك روقنا. ايه شو في؟ ليش؟ شو في؟ شبك معك؟ ما فيش. ايه بصحتك يلا. ايه
شافلك. لا انا رايق ما فيش. لك انت ثروه لنا ولشركتنا، وجهودك وموهبتك هي اللي وصلت الشركه للحدود، عم تفهم؟ ونظرا لتمتع مواليد هذا البرج بالإرادة والعزيمة الصلبة، لابد أن يصلوا في آخر المطاف إلى غايتهم المرجوة. خلاص خليك بشغلك. صباح الخير استاذ ناجي. اهلين. الاستاذ موفق صار بالمكتب اذا بتحب تشوفه. طيب ماشي. نعم. ايه عرفتك. لا مشغول شوي. شغل. طيب خلاص خلاص. الله معك. أيوة معكم شركة موفق للدعاية والإعلان. عفوا يظهر الأستاذ عنده اجتماع. طيب طيب على عيني رح أحولكم لعند المدير. طيب أوكي. أعوذ بالله، شو هالحكي يا أستاذ؟ أنت أكتر واحد بيعرف كفاءة الأستاذ ناجي. ولو لا لا يظهر غرقان بشغله. على كل حال أنا بعتذر عنه، أمروني أنا بالخدمة. خلاص تكرم عينك، أنا بشوفه شخصيا. تكرم عينك. أهلا وسهلا. الله معك. الله معك. تفضل أستاذ ناجي، هاي الملفات فيها عقد بخصوص. خدمة تانية أستاذ؟ لا سلامتك، روحي على شغلك. أنسي سناء؟ أيوة أستاذ. فيني أسألك سؤال؟ ولو تفضل استاذ. انت يعني كيف تقدري دائما تضلي متفائله؟ يعني قصدي كيف دائما بتسمي وسعيده بالحياه؟ ولو استاذ ناجي الحياه حلوه، بس يظهر حضرتكم محملينها شوي. انتوا جربوا تعيشوها وراح تلاقوا طعمها مختلف. طيب طيب اسف، انا يمكن سالت سؤال سخيف مو بمحله. شكرا. هذا شيء حطوا لي اياهم هون انا بعدين بتصرف. شكرا يعطيكم العافيه. الله ست هناء، في شغلة عم تدور ببالي ما بعرف إذا بتوافقيني عليها. تفضل.
في واحد أكابر بعرفه، هو هلأ نائب مدير شركة كبيرة، بس فيك تقولي إنه هو مدير الشركة. عم فكر إني أحكي له عن وضعك وبركي بلاقي لك شي شغل عنده بالشركة، يعني أحسن ما تضلي عم تدوري من بيت لبيت. لا معلش معلش، بلاها الله يخليكي. على كل حال شكرا. الو، اهلين اهلين استاذ موفق. انا ماشي حالي. لا والله الليله مو جايه بالي. لا كيف؟ طيب يا سيدي ماشي ماشي اوكي، الله معك. بابا بابا قوم، ايش قلت لك الدواء؟ ما قلت لك ما بدي دواء؟ شو هالحكي هذا؟ ما بصير يا حرام عليك، عم تدفعي كل مصاريكي حق هالدواء لك، والله حرام. قوم بابا قوم. يا الله يا العافية. الله يعافيك ويرضى عليك يا رب. شبك معكر، روق فرفش شبك. يعني شو المناسبة؟ شلون بدي روق فرفش؟ لك يا استاذ ناجي. لك ما استاذ بلا بطيخ، انا تعبان بردان من جوا. عم تفهم علي موفق؟ Thank you.
بالمناسبة بدي لك شغلة. قول. طز فيك وبشركتك. ليش بقى؟ هيك. هاي الشركة محترمة هاي. ليش انت شايفها غير هيك؟ غير هيك. ليش؟ دخلت احنا شو عم نعمل غيرك؟ عم نروج القضايا الستوب. شغلات شيء وعم مرها على العباد. هذا سوق حلال على الشاطئ. في شغلة تانية من بكرة ما عاد تبعت لي لا شوفير ولا سير. والسكرتيرة حولها على مكتب. وليش بقى؟ هيك لأني أنا عرفان من كل شيء. عرفان من المظاهر وعرفان من الحشرية وعرفان من هيك محلات. لك حتى شوفتك عرفان يا رب. صباح الخير ستنا. صباح النور. تفضل. لا معلش مو لازمتني اليوم. يي شو هالحكي؟ ايه مثل ما بدك. ابو حسن اعطيني اياها. هيك ها تفضل. شكرا. السلام المشاريع كثيرة، عليك حسن الاختيار والتدبير والتحلي برباطة الجأش، خصوصا وأنك أمام خيارات مغرية. Thank you.
هذا بيتكم جديد يا حلوين. أحسن. يا بنت ارتاحي بالأول، لاحقين على الدواء ناخده. ما بصير بابا ما بصير، أهم شيء الدواء بمواعيده. امسك. عوافي. الله يعافيك. الشفا إن شاء الله. شو يا حبيبين؟ انتو كمان معرفانين تناموا؟ مي عندكم مي؟ يعني ما جاوبتني؟ ليش مطول دقنك؟ يمكن هيك نوع من التغيير. إذا واحد حب يغير بيغير للأحسن. حلاوة المظهر الخارجي بتعكس حلاوة الروح اللي من جوا. يعني روحي من جوا معفني. خليها تشم ريحة فكرك، عقلك، شبابك، ترجع بتزهر. شو أخبارها؟
مين؟ بياع الجوالة. عايشة عزيزة النفس والفكر، رضيانة باسمتها ونصيبها. على فكرة من فترة عرضت عليها أني أحكي معك من شان تلاقي لها شغل عندك بالشركة، بس ما قبلت. أنا تركت الشركة. ليش يا ابني؟ ما قلتي لي ليش رفضت؟ لحتى ما تبعد عن هون. يمكن دوارتها على البيوت وبيعها للعطور والمكياج بيخليها تكون قريبة من بيتها القديم ومن جيرانها أيام زمان. بس مثل ما قلت لك نفسها عزيزة عليها كتير. قلتي لي إنه كان بيتهم هون. في شقة صغيرة تحت بالطابق الثاني. أكيد شفتها. هلا أصحابها عارضينها للبيع. ولساتها بتقرا أبراج؟ بتداوي جروح روحها. يمكن لولا وهم الأبراج كانت طقت من زمان. حياتنا كلها وهم. شرح قلبك إلا ما تلاقي بصيص ضوء. لك والله قلبي مدبق من جوا. شو برجع؟ ألو، مساء الخير. عفوا ما يكون في إزعاج. تسلم. أنا اسمي ناجي. بالحقيقة كنت حابب أسألك عن شغلة صغيرة. الله يزيد فضلك. بالنسبة لموضوع صباح الخير. صباح النور. تفضل. لا معلش يا أبو حسن، يسلم. أنا بصراحة مليت من كل هالجرايد وما عاد بدي اياك تجي تعذب حالك لهون مشان هلا امسكي. لقلك هلا بدير ظهري وبمشي ومثل العاده. ابو حسن تعال، ابو حسن ارجع. امسكي لقلك. يسلموا ايديك. السلام عليكم. الو، يا اهلين استاذ. شو طمني؟ لا شكرا شكرا شكرا، الله يبارك فيك يا رب. شكرا شكرا، مع السلامه. وقت ملائم للقيام بعمل طالما راود مخيلتك. أحوالك المادية في تحسن مستمر، مسؤولية جديدة تتحملها.
كل ما في هذه الشقة هو ملك لك، أما هذا الكرسي فهو لوالدك. لا تسألي، فعل خير. Thank you.
حولك روحي لعن شكلك. يعطيك العافية مازين. يعطيك العافية مدام. أهلين يعطيك العافية. يعطيك العافية مدام منو. الله يعافيك أستاذ. شو ظريف الشغل؟ ممتاز جدا. بابا ليش كنت معصب؟ تمثيل بابا تمثيل. خلي لي الوجه. كرهتك كتير لما كنت معصب. شو هالحكي؟ أنا بحبك، أنت لازم تضل تحبني كمان. شو أجدب عن جد أبو حميد مو؟ لا يا أستاذ، أنت كبيرنا. بلا كبيرنا بلا صغيرنا. سيدي مجنون اهبل يعني ما هم يشغلونا. ليك شكل هدول السوالف عم بضل معلق فيها الزي. يعني خالصين اليوم ما؟ خالصين. خلي الانتاج يبعث لك انا بسيارة يبعث لك. لا لا استاذ ما في مشكلة سيارتي معي. يلا بالاذن. تفضل. يعطيكم العافية. الله يعافيك. هاي. أهلين يعطيك العافية. الله يعافيك. ألو. أهلا 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 أبو حازم. ليكني أنا والمدام بالطريق. بتأسف كتير. وقفنا هيك اشترينا شوية أغراض. ما في شي من الواجب. خيرك سابق. يلا خمس دقايق نكون عندك. الله معه. حبيبتي بدياكي هيك شوي تفرديها قدام الناس، يعني هذا المشوار قلت لك كتير مهم بالنسبة لي. شو؟